بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. راح نحكي في هذا الفيديو عن الـ HTTP Request Messages. وفي عندنا نوعين من الـ HTTP Messages. الـ HTTP Messages بنقسمه لنوعين رئيسيات. الأول نوع الأول اللي هو Request Messages والثاني اللي هو Response Messages. خلينا نبلش بالـ Request Messages. الـ Request Messages عادة بتكون في Human Readable Format في ASCII Code زي المثال اللي موجود أمامنا. بتكون في ASCII Human Readable Messages. أول شغلة بالـ Request Line بنحدد هل الميثود بنستخدمها Get ولا Post ولا بدنا هيد كوماند ولا ديليت ولا بوت زي ما راح نشوف في السلايدات اللاحقه. اذا بنحدد انه ايش الـ 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 ايش الكوماند اللي بدنا اياه. فبالحاله هاي احنا الان بدنا جيت بدنا تجيب لنا الامر. شو بقول؟ جيب لي الملف اللي هو index.html من اي هوست من www.net.cs بلا 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 .edu. كويس. أنا الويب براوزر تاعي هو عبارة عن فاير فوكس 3.6. باخذ تكست HTML، بقبل انكودينج جي زب وكوما ديفليت بلا بلا، وهذا بينتهي الكوماند في سطر فارغ سلاش ار سلاش ان، يعني سلاش ار كارج ريتيرن سلاش ان معناته لاين فيد كاركتر، وبالتالي هذا عبارة عن سطر فارغ. لاحظ كيف الـ HTTP request كيف مكتوب في ASCII Human Readable Format. يعني بيقدر يطلع على الكوماند هذا بيعرف انه هذا هو الملف المطلوب، مطلوب من الـ URL هاي. وفي تفاصيل بالـ header lines. طبعا اللي بده يستزيد من التفاصيل بده يرجع للـ RFC documents او للـ text box تاع الكتاب. وفي فيديوهات لاحقة ان شاء الله ممكن ناخذ هاي الهيدر لاينز بنوع من التفصيل. تمام، خلينا نشوف نكمل نشوف ال HTTP request message general format. اول شغله الميثود، اول شغله فيها الميثود، والميثود اللي موجوده هون يا اما بتكون get او post زي ما حكينا او put او delete، ورايحين نرجع لهم بعدين. ايش الملف اللي بدنا اياه؟ ايش الملف اللي بدنا اياه؟ ايش الـ HTTP version؟ شايفين هذا الـ HTTP version بيجي هون، هل هو version 1.0 ولا 1.1؟ وبعديتها زي ما حكينا الكاركتر للكارج ريتيرن واللاين فيد. بعديتها بيجي عندنا الهيدر فيلدز. الهيدر فيلدز هون exactly هذا هم. هذه تبيجي الهيدر فيلدز، تمام. وبعدين تبيجي الانتيتي بادي اللي هو اذا كان HTML كود سورس كود للصفحه بينحط هون، وحتى لو كان محمل بالريسبونس ليتر اون داتا تيجي بالانتيتي بادي. فهذا الريكوست مسج جنرال فورمات. الميثود اليو ار ال الصفحه المطلوبه واي فيرجن اتش تي تي بي وبالتقسيمات التاليه. هلا احنا بتتذكروا احنا لما حكينا انه تعريف البروتوكول، تعريف البروتوكول انه بيحدد الفورمات للمسجز. ولاحظ التقسيمات الموجوده امامنا بتحدد بالفعل نسق المسج بالتفصيل. والبروتوكول بناء على هاي الفورمات راح يتخذ actions. يعني إذا كانت الميثود get وبيستلمها الويب سيرفر بيتصرف بطريقة مختلفة لو كانت الميثود مثلا post أو كانت الميثود put أو delete أو غيره. كويس. فبالتالي البروتوكول الموجود أمامنا أو الفورمات الموجودة أمامنا بتحدد النسق الخاص بالrequest message لأي بروتوكول للـ HTTP. من الميثودز اللي موجوده ممكن نستخدم البوست ميثود. وبالبوست ميثود اذا كنت انت بتعبي معلومات على داخل فورم على سبيل المثال، يعني مثلا هذا عندنا فورم وطلبوا منك معلومات زي هيك نيم
في text box, birth date, في text box. هلا المعلومات اللي بيتم تعبئتها هون, المعلومات مثلا أحمد, المعلومات 2-2 بلا بلا بلا, المعلومات اللي بيتم طلبها هون داخل الفورم, عفوا كتابتها داخل الفورم هون, وقبل لما نعمل بوست للفورم هذا ونرسله للسيرفر, هاي المعلومات uploaded to server in the entity body of the HTTP, بتروح بالentity body إذا كنا مستخدمين البوست ميثود. لكن إذا استخدمنا الجيت ميثود اللي هو بسموها الـ URL ميثود, باستخدام الجيت المعلومات اللي هون بتظهر وين؟ بتظهر داخل الـ URL. بنحاول نشيل هاي عشان أشوف. تمام, المعلومات اللي بتيجي على الفورم بتدخل تظهر داخل الـ URL. لاحظ كيف هذا السايت بصير في علامة استفهام, أي معلومات بتكون تم كتابتها داخل الفورم بتبين بالـ URL من فوق. فإذا أنت وأنت بتعمل براوزنج لصفحات HTML وشفت شفت معلومات بالهيدر بعد الـ URL للموقع علامة استفهام قيم, تأكد أنه الـ HTTP استخدم الـ GET method مش الـ POST method. في ناس بيفضلوا البوست ميثود لان المعلومات هاي ما بتبينش باليو ار ال, بتبينش باليو ار ال وبتكون محمله بالبدي للاتش تي بي, وبتوقعوا انه هاي ممكن تكون سكيور اكثر, ما فيش داعي انها تبين فوق. لكن حقيقه نقل هاي البيانات على بروتوكول مش مشفر وداخل البدي, داخل البدي للمسج, لا يجعلها آمنة كثيرا بسبب إنها مرسولة بمفتوح. أي باكت سنيفر تولز زي الوير شارك زي غيره تقدر تقرأ هاي البيانات اللي يتم إرسالها داخل البدي. كمان مرة, البوست المعلومات الموجودة داخل الفورم بتروح داخل البدي للمسج, بينما إذا استخدمنا الجيت في الـ URL method المعلومات وين بتكون؟ بتبين عندنا بالـ URL على البراوزر. نشوف الـ method types. في version HTTP 1.0 الـ methods الموجودة اللي هم الـ get والـ post واللي حكينا عنهم قبل شوي, وفي عندنا method ثاني اسمها head. الـ head بتكون أنت بتطلب من السيرفر أنه يخلي الـ object, ما بدي الـ object لكن بدي الـ header response فقط, بدي الـ header tags الموجودة بالـ response, لكن الـ object بتقول له leave out this object ولا تودي لي, بدي الهيدر فقط, بدي الهيدر من اللي طالبه فقط. في الـ HTTP 1.1 ضافوا عليهم two methods, البوت بتقدر تعمل upload لملف من عندك للويب سيرفر, والديليت بتقدر تعمل ديليت لـ specified file اللي بتكون انت كاتبه بالـ URL. فلاحظوا هذولا اللي هم البوت والديليت بيعطوك فليكسابيليتي أكثر ومرونة أكثر في التعامل مع الويب سيرفر. الأوامر السابقة هذول جيت وبوست وهيد ما كانوا يسمحوا لك على الإطلاق لا ترفع ملفات على الويب سيرفر ولا إيش ولا تحذف ملفات من الويب سيرفر. البوت والديليت بيسمحوا لك بالحكي هذا, لكن بنفس الوقت هذولا بده استخدامهم يكون بحذر, otherwise ممكن يكون في عندنا security breach. طيب الحكي اللي حكيناه سابقا كان عن HTTP request message, الآن بدنا نحكي عن response message. يعني بما معناه أنا عملت request ورجع لي response. اتذكروا إنه هذا عندنا client وهذا server. مبدئيا في الفيديو السابق كنا نحكي إنه قبل أي عملية HTTP request أو response لازم يعمل establishment لـ TCP connection. أول واحدة establishment لـ TCP connection هاي الموجودة باللون الأزرق. بعديتها نستخدم الـ get command مثلاً الموجودة بالـ HTTP request, بيقول له مثلاً بدي صفحة معينة, وبيرجع عندنا من السيرفر response.
يعني لو قلت له get index dot html ل object index dot html بيجي السيرفر، السيرفر بياخذ الملف هذا اللي هو index dot html وبيحمله على response message، على response message وبرجعه للكلاينت. الريسبونس مسج هاي ايش التنسيق تاعها او ايش النسق تاعها؟ اول شغله بيحدد البروتوكول فيرجن، انه انا بحمله باستخدام البروتوكول HTTP 1.1، بعطيه ستيتس كود انه 200 اوكي، يعني تم تحميل هذا الملف بنجاح، هذا الملف تم تحميله بنجاح، فبالتالي ستيتس 200 اوكي وتم تحميله بنجاح. وين بتم تحميله؟ هون في البادي، في البادي للرسبونس، في البادي للرسبونس تم تحميل هذا الملف بنجاح بأي تاريخ وبأي وقت. وبرضو كمان هيدر لاينز يعني لا يتسع المجال إن نمر فيها، فيها تفاصيل ضرورية وبالذات تلزم الكاش زي اللاست موديفايد ديت وزي الكرييشن ديت والكيب ألايف والتايم اوت فاليوز. طيب نكمل. احنا حكينا، تذكروا انه حكينا بالريسبونس بيكون في الستاتس، الستاتس كود. طيب الستاتس بس 200 اوكي، في ديفرنت سم اذر ستاتس بدنا نطلع عليهم. عندنا مثلا الستاتس هاي اللي بتبين في السطر الاول زي ما ورجيناكم قبل شوي، ممكن تكون 200 اوكي زي اللي شفتوها، زي اللي شفتوها قبل شوي، ممكن تكون 301 انه الاوبجكت اللي طلبته انت يا كلاينت has moved permanently، يعني انت طلبته من اللوكيشن هذا لكن اللوكيشن هذا على السيرفر انتقل لمكان اخر. وممكن نستخدم نرسل العنوان الجديد لهذا الاوبجكت نرسله للكلاينت، وبالتالي اذا الكلاينت بده الاوبجكت بالعنوان الجديد بيرجع يعمل طلب جديد له. 400 إذا رجعت 400 معناته الويب سيرفر ما قدر يفهم الريكوست، وبالتالي يعتبر الريكوست الطلب باد ريكوست، ما قدر يفهمه فبيرجع بالريسبونس 400. لنفرض إنه الكلاينت أو الويب سيرفر طلب ملف اسمه xml.html xml2 مثلا .html، وهذا الملف not found مش موجود على الويب سيرفر. إذا الملف مش موجود على الويب سيرفر برجع بالريسبونس الايرور اللي هو 404 not found، وهذا من الايرورز المشهورة كثير واللي بجوز كثير بتشوفوها وانت بتعملوا براوزنج على الانترنت، انك تطلب ملف بيرجع لك الايرور 404 not found. الستاتس 505 انه HTTP version not supported، يعني مثلا انه الكلاينت طلب على version 1.0 والسيرفر ما بيتعامل مع الفيرجن 1.0، فالفيرجن 1.0 not supported على السيرفر. السيرفر مثلا على سبيل المثال بيدعم 1.1 وبيدعمش 1.0، فبالتالي بترجع له بالريسبونس الفيرجن not supported. لكن عادة يعني دائما الويب سيرفرز بصمموها في backward compatibility، مش معقول ننتقل على 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 سيرفر على 1.1 وما ندعمش الفيرجن السابق، فبتلاقي الويب سيرفرز تدعم 1.1 و1.0 at the same time. لكن على سبيل المثال لنفرض طلع فيرجن HTTP فيرجن جديد اللي هو 2.0 والويب براوزر بيستخدم 2.0 لكن السيرفر لسه قديم، سيرفر قديم وما تم تحديثه، فالسيرفر ما بدعمش لغاية إلا لغاية 1.1، ما بدعمش الفيرجن 2.0، فبالتالي بيرجع بالريسبونس انه الفيرجن not supported. بهيك بيكون بنكون وصلنا لنهاية الجزء المخصص لهذا الفيديو. نلتقي فيكم في الفيديو القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.